مليليث ذي الجوامع أما ذكو السنقي أما ذكو السنوياض، خطر الجامع يجمع الجامع المسجد متعدد الرسالة، رسالته إيمانية تعبدية. الجامع أنا عبد ربي ونزل ذيك سوان مليل الخير أربح، يسعى رسالة النظام هي رسالة تربوية أخلاقية. نحواج باش أن المذ نحفظ ونسين أين شدنا تصرف قا السلامة شدنا للمشايخ ذيني الزرم ياك نفي وش في صلى الله عليه وسلم يشكري ثربيس الأخلاق، خاطر ما إلا أمذان يسعى الإيمان تظلي رمضان العشور الخير أربح ذيني الصفراحا. المعنى إلى الجانب مهم جدا في حياة الإنسان الأخلاق. ربنا يسوى إنك لعلى خلق عظيم، في ثرس ثلاث رسائل في الآية على الأقل. الرسالة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام في مستوى المدح الإلهي والثناء الرباني، المعنى يستهل. لو كانوا يستهلارا سيدي ربي ودي قرر لا يجد في اللاس. الرسالة الثانية إبراز لأهمية الأخلاق في حياة الرسالة الإسلامية، معنى الإسلام ذيس الإيمان الجانب العقدي، ذيس الجانب التعبدي، ذيس الجانب التشريعي الضابط لحركة الإنسان في المعاملات، ولكن إلا الجانب النظام مهم وهو الجانب الأخلاقي الجانب التربوي، رسالة تربوية. والمسجد أيضا عنده رسالة تعليمية إلى القراية. المساجد بنيت بعرق الرجال وبأموال الرجال والنساء، الجوامع سوفنان، ولكن إلى قد يسع البعد العلمي التعليمي. هي فرصة حتى هذه الأسابيع المنظمة في مساجدنا وفي مساجد القطر عموما بل وفي مساجد الأمة الإسلامية، هذا مظهر الصحة ذين الصفراح نسواطاس أدنى في ونم الجامع الله يبارك المسجد المركزي ذي فريحة إن شاء الله أكون الصفراح سيدي يا ربي أتخدم أسبوع كامل خطر نحوش ثموسني سمحتي من علوم الحديث في مقرانين اسم علم الرجال الذي تنقطع فيه الأنفاس، وعيد هذا من العلوم التي تنقطع فيه الأنفاس. أدنفيون الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي يخدم كتاب مرجعي كبير اسمه الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال، وجي من الكتب العظيمة جدا في خدمة ميراث النبوة. وسند العلماء إم قرانا نعثافا تعبوا كثير باش يهذبوا هذا الكتاب، تعبوا من أجل تهذيبه وتنقيحه. فطاحل العلماء منهم الحافظ الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء يسيدي يخدم الحافظ الذهبي، يخدم كتاب اسمه تهذيب التهذيب ذغرفال. يساد الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب أعظم كتاب جامع لأحاديث الأحكام 1596
حديثا من أحاديث الأحكام. الحافظ ابن حجر العسقلاني يخدم كتابين، يوني سميس تهذيب التهذيب، ويضي سميس تهذيب تقريب التهذيب، عناوين ثقيلة جدا. سمحتي نكن يا سقي ما أحواجنا إلى قراءة هذه الأمهات في هذا الزمن التكنولوجي الذي غلبت عليه الحلول السهلة. انتهى عهد المطولات، هذا أمر محزن، لا بد من تحريك الهمم. هي فرصة باش نذكر أنفسنا ونراجع مسيرتنا العلمية، إلاق ريفيزيون، إلاق مراجعة حقيقية. زي كتافض قارن سيدي خليل فد في مورث النغل زير مرة نغل منطقة ثمنة النغل، يتواسن كتاب اسمه سيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل، شرح ودرس وعلم في المساجد نزرايون الجامعة. ذاك جبت انت الدرس الجاين زكري يون بمغار إناكين كيني حضرغ الختمة رقم 55 يا سيدي خليل. الختمة فيس 55 معنتها صغرانت صغراينت إلى ونقرنس الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي سقات منقلات يحفظ كتاب المختصر الفقهي في زمن قياسي 3 شهور ونص، 3 وقورن أكذ النفس يحفظ كتاب المختصر الفقهي. بلك في هذا الزمن كنت تقول واحد حفظه في 40 سنة إلا حفظه في 50 سنة نقول بارك الله فيك، إلا حفظه في 50 سنة يحتاج إلى أن يبجل وإلى أن يكرم. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ خطرنا في زمن الحلول السهلة، هذه يطف بندمة بورتابل، هذه خدمك اليوتيوب 4-5 دقائق أكيني بيغد ثاموسني بيغد العلم. والعلم كما يقال عنه العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر. إذن رسالة المسجد رسالة تعليمية، تدرس فيه الكتب وتشرح وتقام فيه الأسابيع، أسابيع عن السيرة وأسابيع عن الفقه ويعني وأسابيع عن العلوم. ربي قال اقرأ باسم ربك. لا حرج أن نجد في مساجدنا من يأتي من علماء الجيولوجية، من علماء البيولوجية، من علماء البحار، من علماء النفس والاجتماع والاقتصاد. ربي دقر أغرث اقرأ باسم ربك الذي خلق، بشرط أن يكون العلم باسم ربك، لأن العلم إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. القراية ثمسني تزمرت هود تزمرت فنو